مركز أبو ظبي الوطني للمعارض كان على موعد اليوم لاستقبال المهتمين والخبراء والمتخصصين والزائرين من جميع أنحاء العالم في الكونغرس المجلس الدولي للأرشيف أبو ظبي 2023، فضلاً عن 5 متحدثين رئيسيين من داخل الدولة وخارجها. بداية أشكر دولة الإمارات على التنظيم المميز لهذا المؤتمر. إذا ما تحدثنا عن الأرشيف فهو تاريخ المرء وتاريخ بلاده وثقافته، وأيضاً هو وسيلة لتوفير المعلومات المطلوبة في كل المجالات. بالطبع الإمارات أدركت منذ زمن طويل أنه من الضروري أن يكون لكل دولة أرشيف، وأتمنى أن تتخذ بقية الدول وتتبع خطى الإمارات بأن يكون لديها أرشيف وطني ثري. وتعتبر استضافة الدولة لهذا الحدث لأول مرة على مستوى المنطقة تشكل محطة متميزة في جهودها الرامية إلى تعزيز دور الأرشيف، نظراً إلى أهميته المحورية في صون المعلومات وضمان الوصول إليها، وباعتباره ركيزة لبناء مجتمعات المعرفة في عالم اليوم. يحضر الآن 3300 مسجلين حتى الآن، والعدد قاعد يزيد، يعني يومياً يكون في تسجيل، أتوقع يعني بين 4000 إلى 5000 مشارك، أكثر من 135 دولة، أكثر من 130 متحدث، 64 ورش عمل، 60 معرض متخصص للأرشفة. يأتي انعقاد النسخة 19 للكونغرس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 لتحقيق نقلات نوعية في أساليب وطرق حفظ الوثائق والمستندات ونقلها للأجيال القادمة. الرسالة الرئيسية لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 جاءت للحفاظ على الإرث الإنساني والتراث الوثائقي للعالم. لمركز الاتحاد للأخبار ندى الزعابي، أبوظبي.